بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا طلاب اللغة العربية، معكم الأستاذ خصو من الشيشان، وفي هذا الدرس سنحاول أن نتعلم بعض المفردات أو بعض الكلمات الجديدة التي نحتاج إليها عند وصف الأشياء. في هذا الدرس أنا سأصف لكم هذا الكتاب الجميل. لنبدأ. عندما تريدون وصف أي شيء، أول سؤال هو: ما حجم هذا الشيء؟ هل تعرفون ما معنى الحجم؟ مثلا الحجم هو السؤال عن، لا أدري كيف أقول لكم، هل هو كبير أو صغير؟ هذا هو الحجم. يكون الحجم كبيرا ويكون الحجم صغيرا. مثلا ما حجم هذا الكتاب؟ حجم هذا الكتاب متوسط، ليس كبيرا جدا وليس صغيرا، بخلاف هذا الكتاب. حجم هذا الكتاب صغير، حجمه صغير، حجمه صغير، وهذا حجمه متوسط. طيب مثلا نقول: ما حجم هاتفك؟ تقول: حجم هاتفي كبير، حجمه صغير. احفظوا هذه الكلمة: حجم، حجم، حجم. ما حجمه؟ والسؤال الثاني، انظروا، نستطيع أن نسأل عن طول هذا الشيء. طوله هل هو طويل أو قصير؟ طويل أو قصير. ما طول هذا الكتاب؟ كم سنتي؟ كم سنتيمتر أو كم سنتي طول هذا الكتاب؟ مثلا أظن، لا أعلم، لكني أظن أن طول هذا الكتاب 15 سنتيمتر. 15 سنتي، 15 هذا طول. وأظن، لا أعلم بالضبط، لكني أظن أن طول هذا الكتاب، طوله 30 سنتي. 30. طيب هذا طول، قلنا الحجم والطول، والطول. جميل، ممتاز، ممتاز. طيب بعد ذلك ماذا نسأل؟ بعد أن سألنا عن طول هذا الشيء أو عن طول هذا الكتاب، نستطيع أن نسأل عن عرض هذا الكتاب. ما عرضه؟ ما عرضه؟ هذا طول وهذا عرض، هذا طول وهذا عرض. ما عرضه؟ مثلا أقول: عرضه مثلا 15 سنتي. 15 سنتي هذا عرضه، عرضه. وبعد ذلك ماذا أيضا نستطيع أن نسأل؟ نستطيع أن نسأل عن وزن هذا الشيء. سألنا عن حجمه، عن طوله، عن عرضه، عرضه، والآن وزنه. هل هو ثقيل، ثقيل يعني ثقيل، أو خفيف؟ هو خفيف أو ثقيل، ثقيل أو خفيف. حتى الكلمة اسمعوا صوتها، خفيف، ثقيل، خفيف. احفظوا، اكتبوا: خفيف، ثقيل. مثلا هذا كتاب خفيف جدا، وزنه لا أدري 20 جرام، لا أعلم، لكنه خفيف. وهذا كتاب ثقيل، ثقيل، ربما وزنه نصف كيلو، نصف
نصف كيلو. طيب ممتاز. سألنا عن حجمه وعن طوله وعن عرضه وعن وزنه. ماذا نسأل؟ نسأل عن لونه. ما لونه؟ تعرفون اللون؟ ألوان: أحمر، أبيض، أسود، أزرق، ألوان. ما لون هذا الكتاب؟ مثلا ما لون هذا الكتاب؟ لونه، لونه أسود. نعم لونه أسود وأصفر. أصفر أو هذا اللون ذهبي أو أصفر. وهناك لون بني، هنا بني. وهذا اللون تعرفون هذا اللون؟ هذا أبيض، أبيض. وهذا أحمر، أحمر. وهذا أسود، وهذا أسود، أسود. لكن يوجد في هذا الكتاب ألوان مختلفة. هو ملون، ملون. ما معنى ملون؟ ملون يعني فيه ألوان، ليس لونا واحدا. هناك ألوان مختلفة، هناك أحمر، هناك أسود، هناك أزرق، هناك أخضر. ملون. مثلا انظروا إلى هذا الكتاب، هو ملون. هناك أزرق، هناك أبيض، هناك أحمر، هناك أحمر، أخضر. هو ملون. طيب سألنا عن حجمه، عن طوله، عن عرضه، عن وزنه، عن لونه. ماذا نستطيع أن نسأل أيضا عندما نسأل عن الكتاب؟ مثلا نسأل ما اسمه. نعم ما اسم هذا الكتاب، لكن لا نقول ما اسم الكتاب في اللغة العربية. لا نقول ما اسم هذا الكتاب، لكن نقول ما عنوان هذا الكتاب، ما عنوان هذا الكتاب. لكن نستطيع أن نقول ما اسم هذا الكتاب، اسم الكتاب. نعم لماذا لا؟ لا نعم نستطيع أن نقول ما اسم هذا الكتاب، لكن نقول كذلك ما عنوان هذا الكتاب. هذا هو عنوان، عنوان. مثلا ما عنوان هذا الكتاب؟ ما عنوان هذا الكتاب؟ عنوان هذا الكتاب التوضيح لمعاني المقدمة الأجرومية. عنوان هذا الكتاب التوضيح لمعاني المقدمة الأجرومية أو أجرومية. طيب هذا عنوان الكتاب. وما عنوان هذا الكتاب؟ عنوان هذا الكتاب الحكيم والأرض الطيبة. الحكيم والأرض الطيبة. جميل جميل. سألنا عن، يعني سألنا أسئلة كثيرة. أرجو أن تكتبوا، أن تكتبوا حتى تستفيدوا أكثر، حتى تستفيدوا، تأخذوا فائدة أكبر. لذلك اكتبوا في الدفتر، خذوا القلم واكتبوا في الدفتر. ما حجمه؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ ما لونه؟ ما وزنه؟ ما عنوانه؟ طيب ماذا أيضا نستطيع أن نسأل؟ نسأل لمن هذا الكتاب؟ لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لي؟ نعم أنا اشتريته. لكن لما نسأل أو عندما نسأل لمن هذا الكتاب، نحن نعني أو نحن نقصد من المؤلف. المؤلف، تعرفون ما معنى المؤلف؟
المؤلف هو العالم الذي كتب هذا الكتاب. هو كتب هذا الكتاب. هو مؤلف. مؤلف من فعل ألف يؤلف. ما معنى ألف؟ ألف يعني جمع. ألف يؤلف يعني جمع. أخذ من هنا قليلا، من هنا قليلا، من هناك قليلا، وجمع العلم في كتاب واحد. هو مؤلف. مؤلف كاتب. المؤلف هو كاتب. مثلا من مؤلف هذا الكتاب؟ مؤلف هذا الكتاب فضيلة الشيخ علي ابن هاني العقرباوي. مؤلف هذا الكتاب مكتوب هنا، انظروا، مؤلف هذا الكتاب فضيلة الشيخ علي بن هاني العقرباوي حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. هذا عالم كبير في اللغة والتفسير من الأردن. هذا شيخنا الشيخ علي هاني. طيب، هذا كذلك نستطيع أن نقول تأليف من؟ تأليف من؟ مثلا هنا على الكتاب يكتبون تأليف فضيلة الشيخ علي بن هاني العقرباوي. تأليف من؟ تأليف من هذا الكتاب؟ أو من مؤلف هذا الكتاب؟ ممتاز، ما شاء الله، تعلمنا أسئلة كثيرة حول وصف الكتاب. جميل. وبعد ذلك ماذا أيضا؟ مثلا نسأل، هناك لا نريد كل شيء. طيب، لا نريد كل شيء، يعني هناك أسئلة كثيرة، مليون سؤال، لا نريد كل شيء. لذلك انظروا، هذا غلاف. هذا غلاف. غلاف الكتاب. هذا غلاف الكتاب. غلاف يعني هذا الجزء، هذا فقط. هذا غلاف الكتاب. غلاف الكتاب. وهناك يوجد جملة جميلة تقول لا تحكم على الكتاب من غلافه. لا تحكم على الكتاب بغلافه أو من غلافه، أنا لا أذكر الآن، لكن يعني هي هكذا، نقول لا تحكم على الكتاب من غلافه أو بغلافه. لا تحكم يعني اقرأ الكتاب، لا تنظر ها غلاف جميل، لو غلاف جميل هذا لا يعني أن الكتاب جميل، ولو غلاف عادي مثلا مثل هذا، هذا لا يعني أن الكتاب عادي. ممكن أن يكون الغلاف عاديا لكن الكتاب عظيم، وممكن أن يكون الغلاف جميلا والكتاب ضعيف. ممكن أن يكون الغلاف جميلا والكتاب ضعيفا، ولكن هذا الكتاب غلافه جميل وكتاب جميل أيضا. ممتاز. طيب، ماذا بعد ذلك؟ غلاف. وهناك نوعان للغلاف. يوجد غلاف ورقي. غلاف ورقي. هذا غلاف ورقي، يعني هي ورقة. وهذا غلاف صلب. ممكن أن نقول هذا غلاف صلب. صلب يعني هو صلب. غلاف صلب. أو غلاف عادي. أو كلمات أخرى وأسماء أخرى. طيب، نحن أخذنا
أو تعلمنا كل شيء عن غلاف هذا الكتاب. دعونا ندخل في الكتاب. في كل كتاب توجد صفحات. صفحات. ما هي الصفحة؟ هذه الورقة تسمى صفحة. هذه صفحة. صفحة. وهذه صفحات. صفحات. نقول كم صفحة في هذا الكتاب؟ كم صفحة في هذا الكتاب؟ ننظر في هذا الكتاب. في هذا الكتاب 520 صفحة. في هذا الكتاب 520 صفحة. 520 صفحة. جميل، ممتاز. في هذا الكتاب 520 صفحة. طيب ماذا بعد ذلك؟ نفتح الكتاب. وانظروا الآن، أنا احفظوا هذا الفعل. هذا الفعل جميل ومفيد. أتصفح. من صفحة جعلوا فعلا، قالوا أتصفح الكتاب. أنا أتصفح الكتاب. وأحيانا نتصفح فيسبوك، إنستغرام، لا أدري، جوجل. نتصفح مثل هذا، لكن في الإنترنت نتصفح. طيب دعونا ننظر داخل الكتاب. في أي كتاب في البداية تكون هناك مقدمة، أي أول جزء من الكتاب، مقدمة. لكن قبل أن نتحدث عن المقدمة، نسيت شيئا مهما. الآن تذكرت. نسيت شيئا مهما، وهو كل كتاب له موضوع واحد. مثلا تقول ما موضوع هذا الكتاب؟ أنا قلت لك أن عنوان هذا الكتاب التوضيح لمعاني المقدمة الآجرومية لفضيلة الشيخ علي بن هاني العقرباوي. لكن ما موضوع هذا الكتاب؟ عن أي شيء يتحدث هذا الكتاب؟ ما هي المواضيع التي يتناولها هذا الكتاب؟ عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ ما موضوعه؟ موضوع يعني ماذا؟ عن أي شيء هذا الكتاب؟ مثلا هذا الكتاب موضوعه الفقه؟ لا. التفسير؟ لا. التاريخ؟ لا. ما موضوع هذا الكتاب؟ عن أي شيء هذا الكتاب؟ عن أي علم هذا الكتاب؟ هذا الكتاب موضوعه علم النحو. تعرفون النحو والصرف والبلاغة؟ نعم، موضوعه اللغة العربية، قواعد النحو. موضوع هذا الكتاب قواعد النحو. وهذا الكتاب شرح لكتاب آخر اسمه المقدمة الآجرومية، أو المقدمة الآجرومية. هذا شرح على ذلك الكتاب. طيب ممتاز، هذا شرح للآجرومية.
طيب موضوع هذا الكتاب علم النحو. موضوع هذا الكتاب علم النحو. طيب قلنا الصفحات. نعم. وبعد ذلك في كل كتاب، نرجع إلى المقدمة، يوجد هناك مقدمة. يوجد هناك مقدمة، مثلا في هذا الكتاب هنا المقدمة. المقدمة يعني البداية. فيه يتحدث المؤلف الذي كتب هذا الكتاب، المؤلف يتكلم عن عمله، يقول أنا كتبت هذا الكتاب وفعلت كذا وكذا وتحدثت عن كذا وكذا وهكذا. هذه مقدمة يعني بداية. تقرأ المقدمة وتفهم. لو تقرأ المقدمة أنت تفهم ما هذا الكتاب، هل أنت تحتاج إلى هذا الكتاب، هل هذا الكتاب مناسب لك أو غير مناسب. مثلا كتاب اسمه الفقه الشافعي، جميل، الفقه الشافعي. أقرأ المقدمة وأفهم أن هذا الكتاب للعلماء، أو أن هذا الكتاب لطلاب متقدمين، وأنا مبتدئ، يعني أنا بدأت أتعلم الفقه الشافعية، لذلك أقرأ المقدمة وأفهم هل هذا الكتاب مناسب أو غير مناسب، هل أنا أحتاج إليه أو لا أحتاج. جميل. هذه مقدمة. مقدمة. وبعد المقدمة يبدأ الكتاب. هذا ليس كتابا، هذه مقدمة. وبعد ذلك، بعد مقدمة طويلة، ها يبدأ هنا، هذه كلها مقدمة، وهنا يبدأ الكتاب. طيب، وفي كل كتاب، وليس في كل كتاب، لكن في الكتب العلمية، في الكتب العلمية يوجد أبواب. تفتح الكتاب فيه أبواب. طيب كيف الأبواب؟ يعني أفتح الباب؟ لا، ليس بابا من الغرفة، لا، باب بمعنى قسم، بمعنى جزء. مثلا لو تفتح كتابا في الفقه فيه أبواب، مثلا باب الطهارة، باب الصلاة، باب النكاح، باب الحج، باب مثلا الزكاة. أبواب. في كل كتاب أبواب. طيب يعني أجزاء. جميل. إذا ننظر، هناك القسم الأول. القسم الأول يعني الباب الأول، مقدمات علم النحو. يبدأ يتكلم عن مقدمات علم النحو، ما هو النحو، متى بدأ النحو وهكذا. هذا أيضا ليس كتابا، يعني هذه مقدمة أخرى. وبعد ذلك بعد، لكنه كتاب، أنا آسف، أنا أخطأت، هذا كتاب طبعا، كله كتاب. لذلك بعد هناك أبواب، باب المرفوعات مثلا، باب المرفوعات، باب المنصوبات، باب المجرورات وهكذا. هذه أبواب هذا الكتاب. طيب ماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ كذلك عندما نتحدث عن الكتاب نستطيع أن نسأل عن الخط. ما هو الخط؟ يعني شكل الكلمات. قد يكون الخط كبيرا، أي كلمات كبيرة ما شاء الله، أو يكون صغيرا، خط صغير، يعني مثلا في هذا الكتاب خط يعني متوسط، ليس كبيرا وليس صغيرا، ولكن أحيانا يكون الخط يعني كتابة صغيرة جدا لا تستطيع، يعني مثلا خط صغير أنت تقرأ هكذا، ماذا هنا، لا أفهم، صغير، كلمات صغيرة، هذا خط. خط
خطه واضح، مثلا خط هذا الكتاب واضح، يعني جيد ما شاء الله تقرأ هكذا، ممتاز. خطه واضح، وخطه غير واضح، خطه غير واضح، جميل. تحدثنا عن الخط، وماذا أيضا؟ كذلك نقول جودة الورق. ما معنى جودة الورق؟ جودة الكتاب، الجودة. الجودة يعني هل هذا الكتاب جيد أو ليس جيدا، لكن ليس بمعنى هل العلم في هذا الكتاب جيد أو غير جيد، لا، بمعنى الجودة. انظروا، جودة هذا الكتاب ممتازة، يعني انظروا الغلاف، الخط، الألوان، وما شاء الله الورق، انظروا الورق، ورق جميل، ورق جيد، وانظروا يعني جودة الكتاب، يعني كتاب ممتاز. جودة هذا الكتاب، جودة هذا الكتاب عالية، عالية، جودة عالية. وكذلك مثلا مثلا نتحدث عن الهواتف الصينية، الهواتف، هاتف صيني، جودته متوسطة، لكن آيفون جودته عالية، يعني هاتف جيد جودته عالية. فهمتم ما معنى جودة؟ يعني جودة هذا الكتاب، جودة الورق، يعني انظروا جودة الخط، يعني انظروا جودة الخط، خط واضح، خط جميل، والورق، الورق أصفر، الورق أصفر، يعني هذا الورق جيد، هذا الورق جيد. لكن انظروا إلى هذا الكتاب، جودته يعني ضعيفة، جودة هذا الكتاب ضعيفة، انظروا ما هذا، هذا كتاب، هذه جودة ضعيفة. انظروا إلى الورق، ورق، الورق عادي، عادي، عادي جدا، وجودته يعني عادية، بسيطة، متوسطة، ليست عالية. لكن هذا الكتاب ما شاء الله جودته عالية. لو اشتريت مثل هذا الكتاب يبقى عندك سنوات كثيرة، لو اشتريت مثل هذا الكتاب ممكن سيبقى عندك 100 سنة، ممكن سيبقى، أي سيكون عندك 100 سنة بدون أي مشاكل. ما شاء الله، وضعته، وضعته في المكتبة، وبعد 100 سنة هو هكذا. لكن هذا الكتاب جودته ضعيفة، ممكن بعد 20 سنة خلاص غير، كيف أقول، بعد 20 سنة لا تستطيع أن تقرأه، فقد ترميه في الزبالة أو في سلة النفايات، سلة، سلة النفايات. طيب ماذا أيضا؟ أظن كل تحدثنا عن كل شيء، تحدثنا عن كل شيء. ها، لا 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 لا، في شيء واحد أنا نسيت، في شيء، في شيء واحد في نهاية الكتاب، بعد كل الأبواب والأقسام، في نهاية الكتاب، الآن أنا أتصفح، أتصفح إلى نهاية الكلمة، انظروا الآن هنا، فهرس الموضوعات، فهرس الموضوعات، فهرس، بعضهم يقول فهرس، لكن سمعت أو قرأت أن الضبط الصحيح فهرس، لا أذكر الآن، ممكن أنا، ممكن أنا أخطئ، ممكن أنا أخطئ، لكن فهرس أتوقع هو فهرس، فهرس الموضوعات. يعني ماذا يوجد في هذا الكتاب؟ مثلا باب المرفوعات، باب المنصوبات، المبتدأ والخبر، هنا فهرس، يكتبون الموضوع، مثلا هنا موضوع، مثلا فعل الأمر هذا موضوع،
في أي صفحة تستطيع أن تجد هذا الموضوع؟ في صفحة 106، يقول لك في صفحة 106. ننظر، نذهب إلى 106. أين صفحة 106؟ مثلا 106 هنا، 106. طيب هنا فعل موضوع فعل الأمر، وجدنا هذا هو فعل الأمر. لذلك الفهرس يساعدنا أن نجد ما نحتاج إليه بسهولة. الفهرس يساعدنا أن نصل إلى ما نحتاج إليه بسهولة وبسرعة. طيب أعزائي الطلاب، إذا أعجبكم أو إن أعجبكم هذا الفيديو فاكتبوا في التعليقات، ولو يوجد عندكم أي سؤال كذلك اكتبوا في التعليقات، واكتبوا الكلمات، وشاهدوا مرة ثانية، واستمعوا إلى هذا الفيديو المرة الثالثة. وكذلك تستطيعون أن تجدوا التسجيل الصوتي فقط بدون الفيديو، فقط الصوت، في قناتي على تيليجرام. في قناتي على تيليجرام تستطيعون أن تنزلوا الصوت فقط حتى تستمعوا إليه المرة الثانية والثالثة والرابعة، وهكذا إن شاء الله ستستفيدون من هذا الدرس استفادة كبيرة. وأتمنى أن هذا الفيديو كان مفيدا لكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.